الموضوع لا هو بالتهديد ولا بالحبس ولا بالتوزيع الاتهامات الخيانة يا عبد الرحيم، ولا بالأمنيات الكذابة اللي بقاله 10 سنين بيوعدكم بيها. الواقع بيقول إن السيسي ركب الناقة وشرخ على رأي عم أيوب في مسرحية الجوكر لمحمد صبحي، بس هي مش ناقة الحقيقة، وركب صاروخ من ناسا ما بيقفش في حتة، وطول ما هو ماشي عمال يقش مليارات وتريليونات وكل قروض ودين على رقبة البلد، زي الديون دي اللي كتبت عنها مدى مصر. فوائد الدين الحكومي ترتفع إلى 1 تريليون جنيه و2.7 تريليون جديدة في 6 أشهر. ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية لتقارب 1 تريليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدة البورصة أمس بناء على حسابات أجرتها استنادا على بيانات وزارة المالية، رصدت فيها أن مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية خلال النصف الأول من 23-24 بلغت 959، سيبك من الفصل ده، 959 مليار جنيه مقابل 392 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بنسبة ارتفاع قدرت بحوالي 144 مليون جنيه. على اي حال المشكلة بقى ان السيسي ما استلفش كل المليارات دي ولا التريليونات دي عشان يعمل مصانع او يشغل ملايين الشباب العاطلين، ولا عشان يبني مستشفيات، ولا عشان يعمل مدارس. استلفها عشان يعمل مشاريع الفشخرة الكذابة اللي بيقول عليها او مسميها كذبا مشروعات قومية. وهو واحد من رجالة السيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فخري الفقي بيقول ان 70% من الديون بتروح للمشروعات القومية. اسمع، طب انا باخد الدين ده يا فندم عشان اعمل بيه ايه؟ اكل واشرب، في جزء بناكل بيه ونشرب لكن 70-60% منه يا فندم بيروح للمشروعات اللي هي تنموية، ولادنا ينعموا بيها، يركب مونوريل، يركب بتاع قطار سريع، يلاقي طرق يمشي عليها، يلاقي مدن جديدة، مناطق صناعية، يعني تنموية كلها يا فندم. ده مش وحش، لما ان انا اخده اكل بيه ونشرب بيه ما ينفعش يا فندم. طب وتاخد دين ليه اصلا لما انت مش قد وما بتعملش وما عندكش؟ تاخد دين ليه اصلا لما تبقى كل مشاريع النظام بالمليارات وفي الاخر يمكن الاستغناء عنها او تاجيلها على الاقل؟ ما تكلمنيش تاني عن روح المعنويه. ما في بيت في مصر، ما في واحد في مصر مش نفسه يركب عربيه بس معهوش، ما في واحد في مصر مش نفسه يروح يسافر جزر القمر يقضي هناك اجازه بس معهوش، ياجل لحد ما ربنا يفرجها والقرش اللي بيجيله ده. اي ست بيت في مصر بتعمل الحركه دي؟ اتعودنا على ستات البيوت في مصر انهم على القد ماشيين بالظبط. هاتوا ست بيت في مصر تدير مصر يا جماعه. والله روح المعنويه بتعمل مشاريع بالمليارات تخرب بيت الناس عشان ترفع من روحهم المعنويه. هو اللي قال لك احنا عملنا التفريع حتى لو عملناه عشان روح المعنويه. اسمع كده، كان في مكاسب اخرى من الشعب المصري، امر كان هياخد 5 سنوات ممكن يتعمل في 3 يعملوه هم في سنه، والامر ده كان محل مسار تقدير واعجاب العالم سنين او اقل، من حاله المصريين محتاجين فيها ان هم يعرفوا ان هم قادرين، واللي احنا بنعمله في مشاريعنا كلها بالكامل بالمعدلات ديت بالتكاليف ديت بالوقت ده هو محاوله يعني لتقديم الذات المصريه على انها قادره على انها تعمل المستحيل وتطلع من الكبوه اللي هي فيها دي وتبني وتعمر لنفسها ولاهلها ولشعبها ولاحفادها القادمين. يعني الكلفه في مشروع قناه السويس الجديده انها تنجز في سنه، الكلفه الزائده في هذه الحاله ده كانت ليس فقط لجدوى المشروع ولكن لرفع الروح المعنويه نقول للشعب المصري. طبعا دفعنا 64 مليار عشان نرفع الروح المعنويه، الشعب كان معنوياته في الحضيض فخدنا فسحناه. الشعب خد ايه من القناه من العاصمه الاداريه؟ الشعب خد ايه من العالمين؟ الشعب ايه خد من الطياره ملكه السماء اللي انت جايبها بنص مليار؟ الشعب خد ايه؟ الشعب خد سندوتش الفول بقى ب 12 جنيه من 9 ل 12 جنيه. ادي المشروعات القوميه اهو. اقتصاد الروح المعنويه حبيبي والله الاعداد عندنا جامد قوي. بص يا سيد حضرات، المصادر هي رويترز، اسامه ربيع، شركه سيمنز، روستوم الروسيه، معهد ستوكهولم. العاصمة الإدارية تكلفة المرحلة الأولى اللي لحد دلوقتي ما اشتغلتش لحد دلوقتي ما خلصتش 85 مليار دولار.
صفقات سلاح بخمسين مليار دولار، تكلفة محطة الضبعة النووية 45 مليار دولار، ما شفناش حاجة مرة من محطة الضبعة دي. تكلفة القطار السريع للعاصمة الإدارية 31 مليار دولار، تكلفة تفريعة قناة السويس 20 مليار دولار. احسبهم كده على بعض بقى، كده اجمعهم على بعض، يعني 85 و20 يبقى 58 يبقى 78، يعني اجمعهم على بعض كده يطلعوا كام؟ يعملوا كام دول؟ دول لوحدهم كده كارثة، كارثة، كارثة. كام؟ 204 مليار. الروح المعنوية للشعب في الحضيض بسبب اللي بيعمله النظام. لما مثلا يتم الإصرار على استكمال محطة الضبعة النووية دي وصب الخرسانة بتاعتها في أوقات، يعني في وقت قليل قوي، مشروع يعني قروضه بس 45 مليار دولار، إنجز إنجز 45 مليار دولار في وقت البلد فيه ضيعة، مش عايز الناس تحس بإحباط؟ أدي الخبر هو قبل 10 ساعات، محطة الضبعة النووية السيسي وبوتين يدشنان أهم خطوة. 45 مليار نعمل إيه بالضبعة النووية دلوقتي؟ ناكل نعمل ضبعة نووية؟ روسيا ترفع قيمة قرضها، ده كان في 18، المصري إلى 45 مليار دولار. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لما الجنيه ينهار ويبقى ما يسويش في كل العالم بصلة، ده الدينار الليبي بقى بعشرة جنيه مصري، الدينار الليبي بقى بعشرة جنيه مصري. بص يا حضرات، الدينار الليبي لأول مرة، الدينار الليبي ليبيا لايف، يصل إلى 10 جنيه مصري. يا خبر أبيض، 10 جنيه مصري. تخيل أن شركة مصرف الرجحي وقف التعامل تقريبا وقف التعامل رسميا على الجنيه المصري بمصرف الرجحي السعودي. أنا الخبر قدامك اهو، يعني الخبر قدامك اهو، أنا ماليش دعوة. مصرف الرجحي، تداول النشطاء خطاب تعميم من قبل مصرف الرجحي السعودي بوقف التعامل على الجنيه المصري ووقف شراء العملة المصرية لحين إشعار آخر، وحطوا الجواب الرسمي اهو، اتفضل يا بيه ولكم جزيل الشكر. الدينار الليبي 10 جنيه مصري؟ أنا طبعا مع احترامنا لليبيا، يعني أنا مش قصدي أي إهانة للشعب الليبي، بالعكس أنا بحبه. تخيل زمان اللي قدامك ده لو أنا نزلت الخرطوم ما كانش دولار ولا حاجة، كان بجنيه مصري، كان بعشرة جنيه مصري، الجنيه المصري بعشرة جنيه سوداني، يعني قلت كلام وهزرته. يعني الأخ الليبي دلوقتي لما ينزل مصر زيه زي أنا لما نزلت تقريبا في 97 لما نزلت السودان. فين الإخوة اللي كانوا بيقولوا إن إحنا أحسن من سوريا والعراق؟ طب أنت تعرف تجي، طب بقول لك إيه، ما تخش كده استنى صاحبنا بتاع المصارف الجميل ده يقول، هو دلوقتي زمانه بيتفرج على الماتش، يعني يقول لنا كده والنبي الدينار العراقي بكام مصري؟ بقول لك إيه يا ريس، ألو الو. طبعا انا عايز اقول لك ان في سوق المعاملات الـ الدولار دلوقتي ب 64 جنيه اهو، اتفضل يا بيه، الدولار دلوقتي حالا وانا بكلمك وانت بتكلمني ب 64 جنيه في سوق التعاملات الماليه، اللي هو الناس اللي ده 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 64 في الصاغه، لكن في سوق المعاملات الماليه يا رب يكون، بس هتلاقيه في الماتش، الو هتلاقيه عيني قاعد دلوقتي مشبوح في الماتش ده في سوق الصاغه. واستنى هات جرام الذهب بكام كده في سوق الصاغه، معلش هات سوق الذهب كده بكام، الذهب في سوق الصاغه ايوه ب 3640 جنيه قدامك اهي، 3640 جنيه جرام الذهب. الدولار في الصاغه بيتعمل على 64 جنيه، وفي سوق ده معانا اهو. الدينار العراقي بكام يا ريس؟
الدينار مالوش في الكورة الحمد لله. لا استنى ما بعت له اقول له الدينار العراقي بكام، بكم مصري، عشان بس ايه الجماعة اللي يقول لك احسن من سوريا والعراق. الدينار هات بقى في سوق المعاملات اهو ب 64.50، ب 64.50. قال لك احنا احسن من ده، الدينار الليبي ب 10 جنيه. ما تكلمنيش على الحب، ما تكلمنيش والنبي عن الدينار الكويتي، لان ده شرخ. هيجيب لي دلوقتي حالا اهو الدينار العراقي بكام، عشان الناس اللي بتقول لك احسن من سوريا والعراق، اللي عاشوا سنين يقولوا لنا احنا احسن من سوريا والعراق واستقرار. السيسي ما فيش عنده غير المواطن الكحيان اللي بيكح تراب، اللي مقضي يومه بيومه او وقته بوقته او وجبته بوجبته، علشان يعصوه تاني السيسي تاني يمكن ينزل حاجة اللي هي نظرية شوال الدقيق. فاكر الخواجة الانجليزي اللي قال بتوع صندوق الدين، ودي موجودة في مذكرات نوبار باشا، قال له المصريين دول عاملين زي شوال الدقيق، عارف شوال الدقيق لما تخضي الدقيق كله تقعد تخبط كده ينزل دقيق كمان، فهو بيتعاملوا مع المصري على انه شوال الدقيق. سيسي الحقيقة بيجهز للمواطن المصري خازوق جديد عشان ياخد منه ضرائب جديدة عشان يسدد بيها، زي ما بيقول الخبر، الخبر اللي بيقول اهو في عربي بوست، بينهما ضريبة إضافية على الرواتب، مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل في مصر لتسديد الديون. بتهزر طبعا. لا مش هصدقك، بتهزر انت، بتهزر بتهزر بتهزر. احنا يا بيه في برنامج بتهزر. هات اللوحة، هات اللوحة عشان ايه؟ اللوحة، عشان اللوحة. عايز تعرف الجنيه المصري بكام عراقي؟ خد. والمصحف افتكرته بيهزر، ورب العزة افتكرته بيهزر. بص قلت له لا بتهزر، قال لي اهو. قلت له ما تقولش الكلام ده، قال لي اهو، قال لي اهو. اتفضل عندك يا بيه. طب استنى خلي دي معانا بس، بس خد اللي بعتها لك دي. انت عارف بكام؟ ب 24 قرش الدينار الجنيه المصري، ب 24 قرش عراقي يا عراقي، والله العظيم اهو الدينار العراقي ب 24 قرش. مش عارف ازاي يعني، يعني لما تيجي تحول جنيه مصري لدينار عراقي ب 24 قرش. تخيل اهو قدامك اهو، انا ما جبت لكش حاجه. قال لك احنا احسن من سوريا والعراق، الخراب جالكم. على اي حال دلوقتي بقى الراجل بيقول لك اهو انه بيدوروا على قانون جديد للضريبه على الدخل جديده. اثارت تصريحات وزير الماليه المصري محمد معيد بخصوص قانون الضريبه على الدخل الجديد جدلا في مصر، مع رغبه الحكومه في زياده مدخولات الضرائب الى 1.5 تريليون بدلا من 1.1 تريليون اللي حققته سنه 23، يعني عايزين 400 مليار زياده. نائب برلماني عن حزب المصري الديمقراطي قال ان الحكومه تهدف لاجراء حوار شكلي تضمن من خلاله تمرير رؤيتها لزياده شرائح الضرائب. ما هوش غير مواطن هياخد، عايز يزود الموازنه بتاعت الضرائب الدخل 400 مليار جديده، فيعمل قانون جديد للضريبه على الدخل. طب والمواطن اللي بره اللي ساب لهم البلد وهج، السيسي هيسيبه في حاله؟ لا والله ما هيسيبه في حاله، لا والله. تفكرني هسيبها يعني؟ اللي طلع بره ده السعوديه او راح اي حته بره هسيبه يعني؟ عملت له تطبيق جديد عشان يجمع كل الخدمات المقدمه للمصريين بالخارج، ويسهل عليه انه يسجل بالرقم القومي، ونعمل رسوم بالدولارات. الخبر اهو في مدى مصر. الحكومه تعد تطبيقا الكترونيا للمصريين بالخارج برسوم دولاريه. خش يا معلم اعمل خش الابلكيشن، اعمل حساب عليه، ادفع بالدولار. الحكومه لو تعرف قيمه المصريين المغتربين في الخارج، وازاي هم بيدخلوا تقريبا المجموع اللي بيدخلوا. بص تنتهي وزاره الهجره والاتصالات خلال الاسابيع المقبله من العمل على تطبيق الكتروني يجمع كافه الخدمات المقدمه للمصريين بالدول، وتحصل رسوم ويسجل عليه بالرقم القومي والرسوم بالدولار، حسب ما اعلنت وزاره الهجره في بيان رسمي ضمن خطة الوزارة لرفع احتياطات النقد الأجنبي من خلال زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج والمستمرة في الانخفاض. لو الحكومة تعرف الحقيقة قيمة المصريين المغتربين بالخارج، دول دخل بيدخلوا دخل مهم جدا جدا لمصر.
تقريبا وصل انهم اللي بيدخلوه المصريين بالخارج زي يعني جمع اغلب مدخولات مصر من الخارج. نعمل لهم تمثال والله بدل ما نقعد نحلب فيهم كده.